السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، يا هلا وغلا ومرحبا، شكرا لثقتكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا المتبقي من كيلو من خلطة العود اللي خلطناها قبل فترة وشفتموها، ما شاء الله تبارك الله. اللي اشترى رجع يشتري مرة ثانية وثالثة، تسترجع صفر. اليوم إن شاء الله بإذن الله أنا ما راح أخلي أبدا، إن شاء الله بإذن الله، وعندي المكونات راح أسويها. راح نسوي اليوم دفعة ثانية بإذن الله من خلطة العود. مكوناته زي ما علمناكم: تراب مسك الغزال الطبيعي، هذا هو مستخلص بتلات الورد الطائفي، مستخلص بتلات الورد، هذه بنوديها جهاز الخلط المغناطيسي، تجلس لها يومين ثلاثة أربع لين تقطع مع بعض إن شاء الله بإذن الله. الأخوان اللي قاعدين يسألون يقولون هل بتغير الريحة أو بتصير الأفضل، ما عاد أتوقع بنوصل، ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. الريحة يعني أنا ما بالغ، لكن ما ترفع يدك ريحة عطرية بخورية، ريحة فتنة فتنة فتنة. هو معروف إنه الخلطات إذا كان ركبت على أدهان قديمة تعطيك شيء فخم. مو قديمة وبس، هذه نوادر. هذا تراب مسك الغزال الطبيعي اللي يضاف في خلطاتنا في ما يسمى الورد الطائفي، ما نستعمل الا الطبيعي. الجرام حقه علينا بالجمله فوق 400 ريال. نعم، لازم نحلله الى اخر قطره. غالي غالي غالي، ما هو جهاز الخلط المغناطيسي ويستمر ليومين، من يومين إلى أربع أيام على حسب ما نشوف إن شاء الله. إذا بدأ تطلع الرغوة زي المرة الأولى وخلاص اللون صار أحمر دم غزال، وصلنا الريحة اللي نبغاها، نبدأ نحطه على الأدهان النوادر ونضيف عليها عنبر الحوت الطبيعي، وبإذن الله نزيد عليه مستخلص بتلات. خلطة العود صممناها بحب المكونات اللي فيها، مكونات الصراحة فخمة واجتمعت مع بعض، وش بتعطي؟ بتعطي فخامة، وفخامة عالية جدا جدا جدا. بنترك هذا الآن في جهاز الخلط المغناطيسي لمدة من يومين إلى أربع أيام، ونغطيه نخليه في مكان مظلم عشان يعطينا اللون اللي نبغاه زي اللي قبلها. بتشوفون إن شاء الله كل شيء.
شايفين المعاناة اللي نعانيها مع الأدهان القديمة؟ شوفوا قوامة الدهن كيف. هذا ياخذ معنا يومين وأكثر تفريغ بس. تابع القطرة هذه اللي بتنزل من هنا، شوفوا كم ستستغرق لين توصل أسفل. ايضا ترى يضيع معنا كميات كثيره مع الاربع، يعني تبقى ما تنزل لا بحمام ماي ولا بغير، ما تخرج ابدا ابدا. الطريقة هذه طريقة بدائية صحيح متعبة، ولكن هي أفضل طريقة وصلنا فيها إنه نقدر نستخلص كامل الدهن اللي داخل الربع. الربع متعبة مرة مرة مرة، هذه بس نميلها كذا شوي يطلع اللي فيها، بس الأربع متعبة جدا جدا جدا. شوفوا فقول طالت عماركم يعني، لأن كذا ما ينزل بسهولة، تشوفونه ما ينزل كامل العبوة. بعد كذا نحن نقلبها على بعض ونصب اللي فيه اللي فيها يعني اللي تحت، نصبه بعدين من جديد ونستخلص، بس ما نستخلص الكمية كاملة لأن الدهن ثقيل، ولو سوينا مهما سوينا لازم إنه يبقى منه. لذلك خلطة العود في كل تفاصيلها، نحن اهتمينا بكل شيء في تفاصيلها عشان نخرج لكم خلطة فاخرة من الآخر. إذا قلنا فاخر من الآخر فاخر من الآخر، إذا قلنا حصرية بنا، إذا قلنا بإذن الله إنها عطرية بخورية ورائحة جميلة، هذا وصف خلطة العود. بالنسبة للغالين اللي يسألون عن هذا يقولون هذا دهن مصبوب وليش في الكيس، لا هذا الشمع. الشمع هذا يكون في المنطقة هذه اللي بين الغطاء وبين عنق العبوة. مع الوقت شوفوا هذه أوضح، شوفوا الشمع يجي هنا في المنطقة هذه بين الغطاء، هذا الغطاء تشوفونه بين الغطاء والقارورة، مع الحرارة ومع التخزين وزي كذا فساح ونزل هنا أسفل. شوفوا هذا شمع ولعبت بعشرات السنين. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، شلونكم؟ ان شاء الله انكم طيبين. انا لاول مره بتكلم معاكم عن متجر ميسم الورد الطائفي.
موسم الورد الطائفي طبعا هو غني عن التعريف أمانة، وبوريكم اليوم بعض من المنتجات اللي عنده، وعندهم كذا طريقة للبيع، يعني حتى إبداع في أشكال البيع. عندهم الخلطة الملكية الخاصة اللي مصممها أبو خالد على ذائقته صراحة، وهذه أنا بالنسبة لي أعطيها من 100 100 أمانة يعني، وأنا مستخدمها شخصيا. وعندهم طريقة يحطها لك في السك، السك اللي هي القديم اللي بالطريق هذه، شكلها جميل، فواحة في المكان وجميلة جدا جميلة جدا. وعندهم الورد الطائفي اللي هو عجوبة زمان، أنا فترة طويلة أتعامل معه تقريبا 4 5، أنا والله ما أعرف المدة بس إنها طويلة طويلة جدا. فهذا ورد الطائفي عندهم عجوبة زمان حرفيا. أنا من أول كنت طريقة الطيب عندي إني أحط من الورد وأحط من دهن العود اللي أنا أميزه وبعدين أخلطهم مع بعض. الحين أبو خالد اختصر لنا الخلطة هذه أنواع العود مع الورد الطائفي، ووصل للذائقة صراحة اللي أغلب الناس راح تمشي معه، خصوصا الحين نحن مقبلين على فترة شتاء. أبو خالد أنا جلست معه أكثر من مرة عشان نوصل يعني لمنتج مميز وحصري، فأنا من الناس اللي متذوق للعود. فأنا من الناس اللي متذوق للعود، أنا ماني فاهم في العود يعني زي التجار أبو خالد وغيره، أنا متذوق بصراحة. وصلنا لذائقة في الخلطة الخاصة 6 أو 7 أنواع من أدهان العود، حاط معه الورد، حاط معه البتلات، صراحة يعني خصوصا للشخص اللي يحب الريح المركزة شبه ثقيلة، واللي أهم منها كلها أنها تكون المميزة، الريحة المميزة، يعني تبي توصفها لشخص تحتار، ريحتها مميزة جدا جدا جدا. طبعا الثبات لا تسأل على الثبات نهائيا، خصوصا الخلطة الخاصة والخلطة الملكية اللي عند أبو خالد، أنا مجربها بكذا اختبار شخصيا، بكذا اختبار وأبو خالد يذكر من، لكن أمانة عشان ما أطيل عليكم، الخلطة الخاصة هذه أبو خالد هو واصل لذائقتي من الآخر، يعني صممنا الخلطة هذه أمانة بشيء فظيع، لدرجة أنك إذا قال لك حرفيا ما تقدر تستغني عنها نهائيا، فما تقدر تستغني عنها في يومك كامل ولا تمل. والأهم منها هذه كاملة أنك لما تحط منها، أغلب الأدهان لما تكون ثقيلة مرة أو طريقة خلطها غير صحيحة أو عذاري الهواء، أنك تزعج اللي حولك. لما تزعج اللي حولك هذا شيء ما تتقبله، لا أنت ولا اللي حولك. لكن هذه فواحة النكهات فيها معتدلة، يعني حتى اللي حولك راح يسألك إيش هذه الخلطة إيش. وفي الأخير عند متجر ميسم الورد عندهم أنواع الأمساك، عندهم البخور بأنواعه، عندهم متجرهم متعدد. لكن في الأخير أنا صراحة أشكرك أبو خالد، أشكرك جزيل الشكر على اللي سويته، والله يوفقك إن شاء الله، وأنا أخوك، وبإذن الله لك زيارة خلال اليومين هذه بإذن الله. وفي الأخير عند متجر ميسم الورد عندهم أنواع الأمساك، عندهم البخور بأنواعه، عندهم متجرهم متعدد. لكن في الأخير أنا صراحة أشكرك أبو خالد، أشكرك جزيل الشكر على اللي سويته، والله يوفقك إن شاء الله، وأنا أخوك، وبإذن الله لك زيارة خلال اليومين هذه بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا هلا وغلا. هذا جهاز الخلط المغناطيسي حطينا عليه مستخلص بطلات الورد مع تراب مسك الغزاء، يبي يجلس إن شاء الله يخلط. وهذا الدهن أبو طاووس وأبو سمكة نفرغه في العبوة، وبإذن الله أيامه جاهزة.